دلوقتي هنروح بهتيم، هنشوف تقرير عن حملة إيدي في إيدك نحميهم، أطلقتها مؤسسة أحلى البلاد للتنمية بمشاركة مديرية التعليم وإدارة الطفولة والأمومة. هنشوف التقرير مع الزميل الشنودة سعد، وفاصل وارجع لحضراتكم تاني أكمل أخباري. تحت رعاية محافظة القليوبية ومؤسسة أحلى البلاد للتنمية ومديرية التربية والتعليم ومركز الطفولة والأمومة، تم تنظيم حملة بعنوان إيدي في إيدك نحميهم، وذلك من أجل صناعة جيل جديد بعيداً عن العنف ويتحلى بالقيم والأخلاق. فكرة الحملة إن إحنا عايزين إيدينا كلنا تبقى في إيد بعض عشان نقدر نحمي الجيل الجديد من الإدمان، من الانحرافات السلوكية، من الأمور اللي بتعيق نمو بناء شخصية الإنسان المصري. إحنا فكرنا إزاي نبني شخصية الإنسان المصري، ففكرنا نبدأ بالنبتة الصغيرة اللي هو الفرعون الصغير، عشان مصر تبقى بعد كام سنة مصر اللي تقدر تبني أهرام جديدة بشبابها الجديد وهي الجيل الجديد. عشان كده قررنا نروح للأم المصرية ونقول لها عايزين نسلحك، تيجي نحط إيدينا في إيدين بعض ونشوف إيه المشكلة. هو ليه الولاد بيعملوا كده؟ هو ليه الولاد بيروحوا للإدمان؟ هما ليه اللي بيروحوا للسوشيال ميديا والانحرافات السلوكية؟ فعايزين نروح للجذور نفسها، صناعة جيل جديد، جيل يتحلى بالقيم والأخلاق الدينية بتاعتنا، جيل عارف حقوقه وعارف واجباته، جيل بيحب بلده، جيل عنده انتماء، جيل عنده ولاء. نبعد بعيد عن الأفكار الهدامة والأفكار السيئة جدا اللي احنا بنعاني منها كلنا دلوقتي، بنبعد بعيد عن التطرف، العنف. فالحاجات دي كلها جميلة جدا، وخاصة ان هي بتهدف للولاد الصغيرين اللي هم في مرحلة النشأ، اللي نقدر ان احنا نأثر عليهم دلوقتي كي نخلق جيل جديد فعلا يكون قادر على حماية مصر. اهم المحاور اللي هي العلاقة ما بين الام والطفل، لان الام هي الاساس، زي ما قال شعارنا الكبير الدكتور احمد شوقي، الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيبا الاعراقي. فالاساس في العلاقة، الاساس في تربية الطفل هو الام، لأن الطفل بمجرد ما بيتولد هي الأم، هي اللي بتعلمه من بابا، من أهله، من أسرته بتعامل إزاي، السلوك اللي هو الأم بتزرعه في ابنها اللي هو بيواجه بيه الحياة خارج البيت. إن الطفل لازم، المفروض إن أنا مع النفوس أصحبه، يبقى صديق ليا على أساس إن هو ما يخرجش بره ويحكي اي مشكله له بره، لان بره مش هيستوعبه زي الام ما بتستوعب ابنها. الدكتوره كده دلوقتي وضحت لنا ان مفيش اساسا حاجه اسمها طفل مشكله، ان المشكله اساسا بتكمن في الاباء والامهات نفسهم. اللي انا بعمله هو اللي عيالي بيعملوه، يعني انا بعاقبهم على حاجه انا بعملها. فطبعا انا ما ينفعش اقول لبنتي ما تسمعيش الكلام وانا اساسا بكذب عليها او بقول سلوك قدامها مش كويس. انا استفدت ان انا اعرف احب ابني ازاي، مش على طريقتي انا، على طريقه ابني، ان انا انزل المستواه. وكمان استفدت ان انا اديله الامان والحب، استفدت ان انا اديله القيمه بتاعته، احترمه قدام الناس وقدام والده قدام نفسه، يعني لازم يحسسه بقيمته ان هو ليه قيمه كبيره. حمله الغرض منها إعداد الأم بسلاح الثقافة والتوعية، وذلك لمحاربة الانحرافات السلوكية للنشأ منذ الصغر. شنودة سعد، 90 دقيقة، قناة المحور.